كولا محمد مصطفى الشهيرة بأستاذة نادية لطفي رحمة الله عليها. عدى سنة والحقيقة الواحد مش حاسس إن هي سنة، ولو تحدثنا على المستوى الفني فحدث بلا حرج عن كم لويزا السينما المصرية، نص صلاح الدين، النظارة السوداء، الخطايا، أفلام كتير جدا جدا ما شاء الله، وكانت دائما تتميز بحضور طاغي جدا وكاريزما متميزة وأدوار متنوعة ومختلفة وكلها كانت فيها مقنعة. على المستوى الفني ممكن نتكلم كتير جدا، إنما على المستوى الإنساني يمكن مش كتير يعرف، وده اللي احنا عايزين نتحدث عنه النهاردة مع حفيدتها الثلاثة ريحان وسلمى وجاسمين اللي منورنا في مساء دي ام سي. مساء الخير عليكم، منورنا. وعايز اعرف مين بقى، انا قلت التلات اسامي بس قولوا لي كل واحد مين. مساء الخير يا رامي، ازيك؟ الحمد لله. انا جاسمين، ريحان وسلمى. واول حاجه احنا عايزين نشكرك جدا على استضافتكم لينا يوم ثانويه كوره. دي من الحاجات متهيألي الحلوه بتاعت النهارده. ده يعني الحقيقة احنا اللي سعداء ان انتوا موجودين معانا النهاردة. وفي البداية عايز اعرف انتوا شخصيا كنتوا بتنادوا لها ايه؟ بولا. بولا. اوكي طيب، وبصراحة شديدة مين كان الأقرب ليها؟ احنا الثلاثة كلنا إجابة دبلوماسية متوقعة. طيب يعني علاقة الأحفاد بالجدة كانت عاملة إزاي؟ يعني دخلوني بعد إذنكم في حياتكم وعلاقتكم بيها كانت عاملة إزاي؟ يعني احنا يعني علاقة كجدة زي علاقة أي حد يعني بجدته. يعني طبعا احنا يعني كنا يعني بنفصل إن هي كانت فنانة وبنفصل إن هي كانت جدة. يعني مش عارفه اشرح لك العلاقه كانت عامله ازاي قوي يعني، بس اصل في كلام كتير قوي ممكن نقوله، بس انا مش عارفه اقول حاجه يعني سبيسيفيك يعني. بس هي كانت يعني كانت ملهمه بالنسبه لنا في حاجات كتيره جدا، بنرجع لها في حاجات كتيره جدا، بنتكلم معاها في كل المجالات، الشغل، الحياه الشخصيه، اصحاب، كل حاجه. يعني هي كانت كل الحاجة الحمد لله اللي هي كانت بتديها لنا الادفايس، يعني كانت احنا كنا بننفذها بالظبط يعني. و يعني احنا طبعا النهارده زعلانين يعني طبعا عشان موضوع الثانوية وكل حاجة. الموضوع لا، في فرق كبير قوي يعني، احنا اتأثرنا بيه. طيب يعني هي كانت جميلة الطباع الحقيقة، وعادة أي جدة أو جد بيدلعوا أحفادهم بزيادة، بس في نوعية من الجدود برضو بيشدوا شدة. يعني بولا الله يرحمها بقى كانت بتتعامل، ما كان في الشدة دي ولا كان يعني بحر من الطيبة مستمر دايما؟ طيبة مستمرة مستمرة بلا نهاية. دلع دلع. بس لما كنتوا بتقابلوها كانت ايه الحاجات اللي بتبقى حابة تتكلم معاكوا فيها؟ كانت دايما بتحكي لنا قصص على كواليس مواقف مع ممثلين، بتقعد تدينا نصايح لان هي طبعا كان عندها خبره واسعه قوي في الحياه بصراحه. كانت دايما بتدينا نصايح كتير قوي، بتستشهد دايما بحاجات هي مرت بيها. فهي كانت بتحب تتكلم كتير قوي قوي وتقعد تضحك كتير، فالقعده معاها كانت دايما حلوه قوي يعني. طب ممكن تحكوا لنا حاجة من الكواليس؟ أكتر قصة فاكرينها أو حكيتها لكم كذا مرة؟ طبعا اتفضل. فيلم الخائنة كانت بتتكلم عليه ان لما محمود مرسي اكتشف ان هي كانت ان هي خانته، فهو ضربها بالقلم. فالقلم ده كان قلم حقيقي، اوبا. وقعدت في البيت يومين. يعني متهيألي كانت يعني تعقدت شوية، بس يعني قالت لك ده كان قلم كان شديد جدا وكان قلم يعني بجد. فدي من الحاجات اللي كانت برضو يعني طب الحاجات ال اللي هي المثل بيقول دايما انه العرق بيبقى مداد، مين عنده يعني ايه شويه من مدام ناديه الله يرحمها كده في انه على المستوى الفني، رغم ان عارف اعتقد شغلكم انتوا الثلاثه ملوش علاقه بمجال الميديا عامه. دي حقيقة. لا، ما حدش فينا دخل مجال التمثيل، ما حدش فينا كان عنده غالبا الطموح ده، على الرغم ان احنا جدتنا يعني نادية لطفي، بس كل حد فينا كان عنده طموح مختلف يعني. ما فكرناش ان احنا نخش المجال ده، الجيل غير الجيل برضه يعني. طبعا. طب يعني ايه المجالات المختلفة بقى؟ يعني كل حد بيشتغل ايه؟ حياته عاملة ازاي؟ مين متجوز؟ مين مخلف؟ انا بشتغل في التليكوم، ريحان بتشتغل شريكة في مكتب محاماة،
استشار ثروت عبد الشهير، الشهيد. وسلمى في الدعايه والاعلام، وياسمين عندها وانا رشيد عندي رشيد، ما شاء الله، وسلمى متجوزه، وريحان محامية محاميه. يعني في الطريق للجواز ان شاء الله، ربنا يكرم يا رب ان ايوه شاء الله. ان شاء ان الله شاء ان الله. شاء الله. طيب لما بتحكي شخصيا لرشيد، ايه اكتر حاجة بتحبي تحكيها له عن بولا؟ يعني هو طبعا هو لسه صغير، بس كل ما اقول له يعني بتفرج مثلا على الفيلم، عارف ان دي جدتي، وقال لي يعني تهيألي هو لسه صغير شويه، وكان بيزورها، كان بيزورها كتير طبعا. هي شافته اول ما كان لسه متهيألي شهر، وشافته تاني لما كان سنه، وبعد كده طبعا الزيارات في المستشفى. بس هو طبعا هو ما يفتكرهاش، لكن هي لحد اخر لحظه كان دايما كل ما بكلمها تقول لي ورشيد عامل ايه. طب كل واحدة فيكم ايه اكتر نصيحة فاكراها كويس جدا كانت نصحتها بيها مدام نادية لطفي؟ كانت دايما تقول لنا يعني امشوا في الحياه، ما تخافوش من حاجه، دايما امشوا بالطريقه اللي انتوا حاسين بيها، your gut feeling، يعني امشوا بيها، لان هو ده اللي هيوصلكم اللي انتوا عايزينه. يعني ثقه، ويبقى عندك وثقة. ثقه بالنفس وانت بتتكلم، وبتتكلم وانت صوتك يبقى مسموع، يعني وشجاعة، الشجاعه، كل وما حاجة. تخافش، عمرك ما تخاف. لو بتعمل حاجه صح ما تخافش منها، ولو غلطان قول ان انت غلطان، و خد يعني المسؤولية، خد المسؤولية، خليك تحمل مسؤول، مسؤولية. طب تحمل المسؤولية. وكل واحدة فيكم ايه اكتر فيلم بتحبه لها؟ انا بحب النظارة السوداء، الرجال فقط، عدو المرأة، حبي الوحيد، حبي الوحيد، نادي صلاح الدين، لويزا طبعا، لويزا طبعا. لويزا ايوه الخائنة والخائنة. طيب لا ليها الحقيقة أعمال كتير قوي، مستحيل إن احنا نحصرها في إجابة واحدة. يعني طبعا طبعا، يعني احنا سعداء ان اول طلة ليكم كانت معانا في مساء دي ام سي، ونظرا لظروف كورونا فهي عن بعد، بس ان شاء الله قريب كده تنورونا بقى في الاستوديو ونتكلم اكتر عنها باذن الله. إن شاء الله، الله، إن مشكور شاء جدا، الله، ميرسي تحياتي ليكم، جدا، تحياتي ليكم، وشرفونا ميرسي يا ونورتونا. رامي، ميرسي يا اشكركم رامي، شكرا ميرسي. جزيلا، مع الف سلامة، في رعاية الله. ده على المستوى الإنساني زي ما قلت لحضراتكم، كمان على المستوى الفني احنا ممكن نقول كتير جدا جدا جدا، إن شاء الله يعني مع ظروف تتحسن اللي احنا عايشين فيها الفترة اللي جاية، ونتكلم أكتر عن مدام نادية لطفي في كل يعني الفترة اللي قادمة بإذن الله.